معنا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد أبو الفضل. صباح الخير أستاذ محمد عبر سكاي نيوز عربية. أي آفاق أمام استئناف المفاوضات اليوم في القاهرة، لا سيما أن الوفدين الإسرائيلي ومن حركة حماس سيتواجدان في القاهرة اليوم؟ أعتقد أن يعني انعقاد المفاوضات ووجود الوفد الإسرائيلي ووجود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية، أعتقد أن هذا مؤشر إيجابي يقول أن هناك انفراجة يمكن أن تحدث في اللحظات الأخيرة. لا يعني أن الاجتياح النسبي الذي قامت به القوات الإسرائيلية لجزء من مدينة رفح ومصادرة معبر رفح أن العملية العسكرية يمكن أن تستمر إلى مدى مفتوح. أعتقد أن رد الفعل الأمريكي والمصري والمجتمع الدولي بشكل عام على هذه العملية يعني كان سلبيا للغاية، لم يكن يتوقع نتنياهو، خاصة أن رفض حماس بالفعل فاجأه وكان يراهن على هذا الرفض لتبرير عمليته العسكرية. أعتقد أن الأمور يعني باتت في التفاصيل الفنية، لأن الوفد الإسرائيلي هو وفد فني بالأساس، وربما يعني يؤشر ذلك إلى أن التفاصيل الفنية هي التي بحاجة إلى تقريب مسافات بين الطرفين حماس وإسرائيل. أعتقد أيضا أن يعني إسرائيل احتجاجها على أن المسودة التي وافقت عليها حماس ليست هي المسودة التي وافقت عليها إسرائيل، فيه قدر من المبالغة الإسرائيلية، لأن هذه المسودة عرضت بالفعل على رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز أثناء وجوده في القاهرة ثم أثناء وجوده في قطر، وهو الذي أعطى لها الضوء الأخضر لعرضها على حماس وهو ما وافقت عليه حماس. قد تكون هناك بعض الرتوش أو بعض العناوين العريضة التي لم تعرض على إسرائيل بالكامل، لكنها في النهاية هل هناك برأيكم أي أوراق ضغط تملكها القاهرة في هذه المرحلة للضغط على الطرفين؟ يعني تحدثت عن ويليام بيرنز الذي يعني جاء إلى المنطقة أكثر من مرة من أجل هذه المفاوضات، اليوم يتوجه إلى إسرائيل للقاء نتنياهو، لكن الدور المصري، هل هناك أي أوراق ضغط إضافية قد تلعبها القاهرة بهذه المرحلة تحديدا إثر الاجتياح النسبي كما سميته لمدينة رفح؟ أعتقد أن يعني القاهرة وقطر مهمتهما إقناع والضغط على حماس، والولايات المتحدة مهمتها الضغط وإقناع على إسرائيل. الفرق النسبي فيما يتعلق بالدور المصري أنه يستطيع أيضا الضغط على إسرائيل وإقناعها، لأن هناك عملية الاجتياح وعملية التدخل العسكري هي على بالقرب من الحدود المصرية، وهناك مواقف صارمة فيما يتعلق بأي مساس بالأمن القومي المصري كانت واضحة من قبل الرئيس السيسي ومن قبل كافة القيادات والمسؤولين في مصر منذ اليوم الأول للسابع من أكتوبر واندلاع هذه الحرب. أعتقد أن هذه الأمور كانت واضحة، كما أن إسرائيل يهمها ألا تدخل في مناوشات عسكرية أو سياسية مع مصر، لأنها تريد الحفاظ على هذه العلاقات في هذه الأجواء المشحونة حتى لا تعطي ذرائع على أنها يمكن أن تصعد الأمور وتخرجها عن سيطرتها. أعتقد أيضا أن يعني الولايات المتحدة وما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بالتلميحات التي قامت بها أو الإجراءات التي اتخذتها بالفعل فيما يتعلق بوقف شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل هي إشارات إيجابية تدفع المفاوض الإسرائيلي للتجاوب مع مفاوضات القاهرة في هذه اللحظات. ربما اليوم أو غدا نجد أن هناك مخرج ما لبعض الإشكاليات التي أثارها المفاوض الإسرائيلي، وهي إشكاليات ليست جوهرية بالمرة ويمكن التغلب عليها، لكن لاعتبارات السياسة الداخلية الإسرائيلية ولاعتبارات نتنياهو السياسية أيضا هو يريد أن يلغم أو يفخخ هذه المفاوضات. لكن أنا أعتقد أن مصر وقطر والولايات المتحدة منتبهون تماما لهذه المسألة، كما أن أيضا حماس نزعت المبرر الشرعي أو القانوني الذي أراد أن يستند إليه نتنياهو فيما يتعلق برفضها، فاجأته بالفعل بهذه الموافقة، لكنه الآن هو لا يستطيع استكمال عمليته العسكرية، لأن الاجتياح هي يبدو أنه عملية جراحية بسيطة حتى هذه اللحظة، ولا يستطيع القيام بالاجتياح الذي وعد به قبل ذلك، لأن معنى ذلك توقف المساعدات. المساعدات توقفت بالأمس عبر معبر كرم أبو سالم وعبر معبر رفح. بالأمس كانت هناك تصريحات أمريكية بأن اليوم يمكن أن تعاد دخول المساعدات، معنى ذلك أن العملية العسكرية هي عملية أمنية محدودة يمكن أن تتراجع اليوم أو غدا على أكثر تقدير.
نعم، تحدثنا عن أوراق الضغط التي تملكها القاهرة، ماذا عن العوائق أو العقبات التي قد تواجهها في هذه المرحلة؟ يعني نحن نعلم أنه نتنياهو كان مصرا على عملية الاجتياح لمدينة رفح، وهو يقول أنه اقتراح حماس بشأن صفقة الرهائن بعيد جدا عن المطالب الإسرائيلية. ما هي الضمانات أمام القاهرة أنه نتنياهو لن يستمر بهذه العملية البرية ويعني لن يدخل في مناوشات مع مصر؟ من مصلحة نتنياهو ومن مصلحة إسرائيل عدم خرق اتفاقية السلام بين مع مصر، وأنا أعتقد أن رد فعل المصري في التعامل مع هذه العملية الأمنية التي قامت بها إسرائيل بالأمس عند معبر رفح كان إيجابيا وكان منضبطا إلى حد كبير، وكانت يبدو أن هناك معلومات مؤكدة لدى صانع القرار المصري أن العملية لن تتجاوز هذه الحدود بأي حال من الأحوال. نتنياهو أراد استفزاز حماس كما أراد استفزاز مصر أيضا بأنها يمكن أن تقطع الطريق على مسألة التفاوض أو تتخذ موقفا عنيفا يمكن أن يبرر له ما قام به عسكريا عند معبر رفح. أعتقد أن هناك من الحنكة والحكمة والرشادة المصرية التي تستطيع التعامل مع مثل هذه الأمور لتفويت الفرصة على نتنياهو، لتفويت الفرصة على اليمين الإسرائيلي من تلغيم المفاوضات، خاصة بعد أن قطعت شوطا كبيرا خلال الأيام الماضية. الضامن الحقيقي للضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة، ويبدو الرد الفعل الأمريكي إلى حد كبير جيد حتى هذه اللحظة، ويقول أن هناك يعني حوارات خلفية تدور مع إسرائيل أو هناك تفاهم للطريقة التي تعامل بها نتنياهو، الطريقة النفسية والطريقة السياسية، وأن العملية لن تتجاوز الحدود التي أو المدى الذي وصلت إليه الأمس بأي حال من الأحوال، لأن نتنياهو سيوجد المبررات والذرائع لحماس بأنها تبدو أنها الطرف الإيجابي في هذه المعادلة، سيعطي أيضا المجتمع الدولي الفرصة لممارسة المزيد من الضغوط السياسية والإنسانية نتيجة ما أسفرت عنه ما يمكن أن تسفر عنه هذه العملية الأمنية. أيضا مصر تتعامل بطريقة يعني فيها كل الخيارات مفتوحة كما قالت بعض المصادر المصرية، بمعنى أنها فيها الشدة وفيها اللين، ما يعني أن الأمور إذا خرجت عن النطاق المرسوم من قبل القيادة المصرية يمكن أن يكون هناك رد فعل مصري لا يعجب إسرائيل، وبالطبع لن ترضى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا يمكن أن تمارس الولايات المتحدة خلال زيارة بيرنز لإسرائيل يعني ضغوط أكثر على نتنياهو أو محاولة التفاهم معه، نعم، أن يقف عند هذه الحدود ويتراجع إلى ما كان عليه سابقا. سيد، نعم، محمد، قبل أن أتحدث معك عن الرد الفعل المصري، ذكرت حضرتك أن الولايات المتحدة تغيرت نسبيا رؤيتها لهذه المرحلة لإسرائيل، لكيفية تعاملها مع الحرب، أيضا يعني أوقفت شحنة قنابل كانت مرسلة إلى إسرائيل. هل تقيم أن الدور الأمريكي اليوم جاء ربما مقارنة بالدور المصري والقطري، وبالتالي وجدت واشنطن نفسها أمام يعني رأت نفسها أنها لا تلعب دور وساطة كاف؟ الولايات المتحدة منذ اندلاع المظاهرات في بعض الجامعات الأمريكية ومنذ وجود احتجاجات على تصرفات الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي، ونجد أن جو بايدن والفريق المعاون له اتخذ يعني طريقا يعني أكثر ضغطا على إسرائيل، حتى وهو في ظل أو في أوج مساعداته العسكرية السابقة لإسرائيل كان يلوح ببعض التفاهمات السياسية. فيما يتعلق بعملية رفح، الأمور كانت واضحة ومحسومة من قبل الإدارة الأمريكية، لا لعملية عسكرية أو لا اجتياح إسرائيلي لرفح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية. ما قامت به إسرائيل أو ما يمكن أن تقوم به وفقا لخطة اجتياح رفح سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية في هذه المنطقة، خاصة أن معبر كرم أبو سالم مغلق ومعبر رفح بالتالي سيكون مغلق. حتى الميناء الذي قيل أن الولايات المتحدة تعمل على بنائه لم يكتمل حتى هذه اللحظة، معنى ذلك أن هناك الحصار سيطوق قطاع غزة وستكون هناك خسائر بشرية فادحة، وبالتالي هنا الولايات المتحدة ستكون مسؤولة لأن هي
أمام المجتمع الدولي هي الراعي لإسرائيل، هي التي قدمت لها شحنات الأسلحة، وهي التي استخدمت الفيتو في مجلس الأمن، وهي التي قدمت الكثير من المبررات لنتنياهو ليمضي في هذه الحرب حتى هذه اللحظة. نعم. أعتقد أن الوسطاء يدركون ما يمكن أن تصل إليه الأمور خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستجدين اليوم تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وربما تتراجع في اللحظات الأخيرة على أساس أنها حققت وعدها فيما يتعلق بالاجتياح المحدود الذي قامت به عملية رفح، وبالتالي هنا ترضي اليمين الإسرائيلي وترضي المتشددين التسع في الحكومة الإسرائيلية، ويمكن أن يكون نتنياهو يستطيع أن يقول أنني أفاوض تحت وقع السلاح، وبالتالي هنا تبدو حماس استجابت للضغوط العسكرية وليس للتفاهمات أو القناعات التي قدمت لها من قبل مصر وقطر. بدقيقة لو سمحت سيد محمد، استخدمت عبارة رد فعل مصري لن يعجب إسرائيل في حال استمرت وتمادت باجتياحها لمدينة رفح، كيف تتوقع أن يكون رد الفعل المصري، وهل سيكون أي مواجهة مباشرة بين الطرفين؟ لا أعتقد أن الأمور يمكن أن تصل إلى مواجهة مباشرة، لأن مصر في مقدمة الدول التي ترفض توسيع نطاق الحرب، لأنها تعلم أن الخسائر التي يمكن أن تنجم عنها ليس فقط لإسرائيل بل أيضا لمصر، لأن هناك تكلفة باهظة ستكون في هذه المسألة. لكن لدى القيادة المصرية الكثير من الأدوات السياسية والاقتصادية وأيضا العسكرية فيما يتعلق ب البنود التي أقرتها اتفاقية السلام بين البلدين. أعتقد أن يعني أي تمادي إسرائيل أو أي اختراق للخطوط الحمراء التي حددتها القيادة المصرية يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة في هذه اللحظة لا تستطيع الولايات المتحدة استيعابها. إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي لم يستطع استيعاب بعض الصواريخ التي أطلقت والطائرات المسيرة من قبل إيران ومن قبل الحوثيين ومن قبل بعض الميليشيات والجماعات التابعة إلى إيران، فما بالك إذا دخلت إسرائيل في حرب مع قوة نظامية كبيرة كما التي مصر التي يملكها الجيش المصري. لا أعتقد أن المنطقة ولا العالم ولا حتى مصر يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، لأنها تتفهم وجهة نظر القيادة الإسرائيلية فيما قامت به حتى هذه اللحظة من إجراءات أمنية، هي إجراءات معنوية ودعائية أكثر منها إجراءات عسكرية حقيقية يمكن أن تخلط الأوراق في المنطقة حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد أبو الفضل، كنت معنا من القاهرة.